تحيتي. اهلا وسهلا. العم ابو اياد هايل عدنان ابو عيد، احنا موجودين في قريتك، قريتك اللي تم تهجيرها في العام 48. هاي القريه يعني هاي التله شرقي القريه، هاي القريه تحت وناس سكنوا هون في هالبلد. اسم البلد؟ اسم البلد هي بلدنا ككل اسمها الحولة، ولكن البلد الرئيسية اللي احنا كنا ساكنين فيها اسمها العبسية. في عنا الغابسية اللي قضى عكا، وفي العبسية اللي قضى صفد. هي صفد؟ لا، غربي. هاي العبسية. العبسية. العبسية اللي هي منطقة الحولة هون، العبسية اسمها. العبسية. عشان احنا نفرق، لانه في احيانا تختلط الامور. ينسخوا لك الغابسية؟ لا لا، هاي الغابسية مش هي، لا العبسية. العبسية في العين، في منطقة الحولي. وهي عمليا سهل الحولي امامنا تحت. سهل الحولي كله. اي نعم. اذا سهل الحولي هذا كان في بحيرة اسمها بحيرة الحولي، بحيرة كبيرة، بعد الاحتلال جففوها. تجففت وصار كله سهل. اذا بالنسبة نحكي لقريتنا اللي هي العبسية. نعم. احنا الاساس من العبسية هون. العبسية انا خلقت، كان عمري اربعة اشهر بايام العبسية. احنا هي بلدنا هاي العبسية، وارضنا هون كل هالاراضي بالعبسية إلنا، كان في اراضي كثير. اسا كيف احنا طلعنا من العبسية؟ اجوا بالثمانية واربعين سيارات جيش واشياء عن هالشكل، سكروا البلد. ما كانش في شوارع مثل اليوم. شارع سكروا، فطوخوا البلد. أهل العبسية لازم تطلعوا، بدنا نطلعكم من بلدكم، بده يصير حرب بين السوريين وبين إسرائيل هم فلسطين. فأنتوا هون ساكنين على الحدود، بدناش إنه يلحقوا ضرر، بدنا نطلعكم من هون لفترة شهر عبين ما يخلص الحرب وترجعوا على بلدكم. فوقتها الاختيارية ما كانش عندهم مانع انه نطلع لشهر ونرجع. وين بدكم تحطونا؟ حملوهن بالسيارات، حطوهن بين صفد وروشبينة اللي هي كانت اسمها الجعونة. اين بين الجعونة وبين صفد، بين الجهتين بعد التلة، حرش مثل هاي الحراش تحت السماء والطارق، لا خيمة ولا 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 إشي. قالوا لنا شهر نجي نرجعكم على هاي البلد. حتى بذكر كان في عندنا جدي كان يحكي لي وأبوي إنه في كان عندنا تراكتور حطوه حد الدار ورفعوا عجاله على حجار على أساس ما تخربش عجاله خلال هاي الفترة عبيل ما يرجعوا ياخذوا التراكتور.